وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تسيطر على الأمور رغم صعوبة الأوضاع، وذلك من خلال تضافر جهود المؤسسات كافة. وشدد الرئيس السيسي على أهمية تكاتف الشعب لتخطي الأزمات، مشيرا إلى أن تلك الأزمات تمثل اختبارا هاما لاكتشاف قدرات الدولة على تحمل مختلف الظروف والأعباء. القوات المسلحة زي ما قلت بتقوم بدور مهم جدا، ويمكن القوات المسلحة في الفترة الصعبة ديت، ويمكن ده هيبقى محتاجين ان احنا للتخفيف على الناس البسيطة، الناس اللي ظروفها صعبة واللي الأسعار بقت قاسية عليها، انها بتوزع 3 مليون كرتونة، وان شاء الله الأمر ده هنعمله يمكن لغاية شهر رمضان حتى نخفف ما أمكن مع بقية مؤسسات الدولة عن كاهل المواطنين تكلفة السلع الأساسية اللي احنا محتاجينها. يعني الأمور الحمد لله رب العالمين، رغم انها صعبة لكن الحمد لله مسيطرين عليها وهنقدر نتجاوزها ومع بعض كلنا. دايما الكلمة دي بقولها، مع بعض كلنا على قلب رجل واحد، كل المصريين والمصريات يعني، هنقدر نتغلب ونتجاوز المرحلة دي، ويبقى من ضمن الحاجات اللي احنا اختبرنا بيها. انا بعتبر كل ظروف صعبة بتمر على اي حد او على اي دولة هي ظروف، هي اختبار، هو اختبار لقدرة الدولة ديت، هي بتبقى اختبارات لكشف المعادن، كشف المعادن على كل المستويات، على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. معادن الدنيا كلها بتظهر في الأزمة، فأنا أعتبر أن الأزمات اللي بتمر بينا هي فرصة أن احنا نتعرف على قدراتنا وعلى إمكانياتنا في التحمل. كل محنة، صدقوني كل محنة بتمر علينا بفضل الله سبحانه وتعالى بتتحول إلى منحة. بإيه؟ بالإرادة، بالعمل، بالأمل بإن احنا نقدر نتجاوز أي مشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى.